يشرفني زي ما قلت لكم قبل الفاصل واحد من المدربين الكبار، المدربين المحترمين، المدربين اللي بيجوا دايما في اوقات صعبه، وفي الاوقات الصعبه بيعرفوا يخلوها اوقات سهله وسعيده لجماهيرهم. واحد من الاسماء الكبيره جدا في كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن ميمي عبد الرازق. يا كابتن ميمي، منور الدنيا سعيد وبتشرف جدا بتواجدك معانا. ده نورك يا كريم، وانا سعيد اللي انا معاك طبعا مع اعلامي كبير زي حضرتك، وبالذات كمان مع القناه الاولى المصريه طبعا. ده شرف لينا، يعني شرف لي ان انا موجود معاك في برنامج 10 طبعا. حبيبي يشرف، فسعيد بدعوتك يعني، وربنا يكرم باذن الله. يشرفنا كابتن ميمي. تعالوا نشوف تقرير يدي جزء من حق الكابتن ميمي عبد الرازق، ونبدا حوارنا معاه بعد هذا التقرير. خليكم معانا. جاء في حاله طوارئ، فجعل الدوري المصري كله في حالة طوارئ لا يستطيع أحد إسقاطه. هكذا كان حال المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق بعد تعيينه مديرا فنيا في مايو الماضي. وكان الفريق البورسعيدي يعاني في دوامة الهبوط التي عانى منها الكثير من الأندية. المصري الذي عانى كثيرا على مدار الموسم المنقضي أنهى موسمه في المركز الخامس بعدما لعب 8 مباريات لم يخسر خلالها إلا مباراة واحدة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمة في 1 فقط أمام سموحة. بجانب ذلك، قاد ميمي عبد الرازق الفريق البورسعيدي إلى بر الأمان في كأس مصر بعدما تخطى عقبة بترول أسيوط دون مفاجآت، بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدف، ليترك المصري في ربع النهائي منتظرا الفائز من مباراة الأهلي والداخلية. وعلى مستوى كأس الرابطة، تمكن المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق أيضا من تخطي عقبة فيوتشر حامل اللقب والعبور إلى النهائي، والذي لم يحالفه الحظ فيه بعد الخسارة أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف وحيد، وهي المباراة التي ربما غيرت الأمور والخطط داخل القلعة الخضراء. ميمي عبد الرازق الذي وصل إلى المصري وهو مدجج بالمشاكل داخل غرف خلع الملابس بجانب بعض المشاكل الفنية، أعاد أكثر من لاعب إلى مستواه المعهود بجانب ترابط الفريق بشكل ملفت داخل الملعب وخارجه، ليظهر الفريق البورسعيدي بشكل مغاير تماما تحت قيادته فيما تبقى من الموسم، بل كان قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب تنتظره المدينة الباسلة منذ سنوات طويلة. لكن الرياح جاءت على غير ما تشتهي السفن، النهاية كانت حزينة والبعض قد يراها ظالمة لمدرب انتشل الفريق من فترة التذبذب إلى مراكز المقدمة، لكنها في الأخير كرة القدم تبتسم لك حينا وتدير ظهرها أحيانا أخرى.